بنات الشمس معي أنا أماني. مرحبا. على مر التاريخ السوري مروا كتير من النساء السوريات ساهموا بنهضة المجتمع السوري بشكل عام والمرأة السورية بشكل خاص، بس للأسف لا كتب التاريخ ولا كتب السير الذاتية عطتهم حقهم. من هدول النساء بنت الشمس سنية الأيوبي. انولدت سنية الأيوبي سنة 1904 بمدينة دمشق، وهي بنت عطا بيك الأيوبي وزوجة وجيه بيك الأيوبي. تلقت تعليمها بالمدرسة الرشيدية للإناث ومدرسة العائلة المقدسة ومدارس الفرنسيسكان. سنية الأيوبي هي واحدة من مؤسسات ونائبة رئيسة جمعية نقطة حليب يلي تأسست سنة 1922 ولساتها موجودة وفاعلة لحد اليوم. سنية الأيوبي كمان من مؤسسات دوحة الأدب سنة 1928، وساهمت بتأسيس جمعية النهضة الشامية سنة 1942. اشتغلت بالصليب الأحمر وشاركت بتأسيس الهلال الأحمر السوري سنة 1945، وكانت ضمن مؤسسات جمعية الإسعاف النسائي وحملت مهام نائبة الرئيس فيها. كمان انتسبت لجمعية تحرير فلسطين وتسلمت إدارة ملجأ الأطفال الفلسطينيين أو روضة أطفال فلسطين. شاركت بمؤتمر الدفاع عن فلسطين اللي انعقد بمدينة القاهرة سنة 1938، واشتركت بالمؤتمر النسائي سنة 1942 ونالت وسام الاستحقاق السوري من الدرجة الثانية. من أبرز مواقف سنية الأيوبي صوت المطالب بإعطاء المرأة السورية كامل حقوقها السياسية سنة 1949. سنية الأيوبي هي نموذج مشرف من بنات الشمس السوريات. إذا بتعرفوا أكثر عنها وعن حياتها شاركونا وحكولنا لنوثق مع بعض اسم وإنجازات هالسيدة العظيمة. بنات الشمس معي أنا أماني.